هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اول شيء كيف الخلفيه الجديده؟ شو رايكم؟ فيديو ده الاسبوع حنسوي انبوكسنج للبوكسز حقت لوت كريت. للي ما يعرف لوت كريت هي سبسكريبشن سيرفيس تشتركوا فيها اما بالشهر 3 شهور سنه بشيء اللي انتم حابينه، وكل شهر يصير لكم بوكس فيه له من 4 لـ5 اشياء لها علاقه بثيم محدد. يعني مثلا كان الثيم ماجيكال هيجيبوا لكم حاجه من هاري بوتر، حاجة من دكتور سترينج مثلا كده، يعني أشياء من النيرد كولتشر. وكل باكس يكون فيه له تيشيرت، والتيشيرت اللي أنا لبسته دحين اللي فيه له سوبر ماريو برضو من لوت كريت. طبعا أنا مشتركة في الباكس حق لوت كريت وفي الكيس حق لوت وير، بس ماني متأكدة إذا الاثنين حقون نفس الشهر، لأنه sometimes الباكس يجي قبل الكيس، sometimes الكيس يجي قبل الباكس. فهفتح أوريكم ثيم هذا الباكس حق جانيوري ديسكفر. فيه له 5 أشياء. اول حاجه التيشيرت، او ماي جاد موده حتصيح. تيشيرت على ثيم ريك مورتي. اللي يعرف ريك مورتي مره احبكم، اللي ما يعرف ريك مورتي روح اتفرجوه مره يضحك. ريك مورتي من المسلسلات اللي انا ومودة يعني ايش يسموه يعني باند عليه، يعني كذا اللي تعرفوا اللي نتناقش شفتي الحلقه اذا نخلص الحلقه اروح اكلمها واتساب اللي مودة شفتي ريك مورتي. مرة حبيته، مرة الألوان حقته حلوة، مرة أحب هذه الألوان اللي كي يكون بينك وأزرق وكي، فاهمين الألوان اللي كذا الساطعة مرة عجبني. sometimes في boxes يجيبوا فيجر، بس مو دائما، يعني أغلب الأحيان يجيبوا. فهذا الشهر جاء الفيجر من ويست وورلد، اللي تفرج مسلسل ويست وورلد هيفهم. أنا لسه ما تفرجته، ودحين لما نزل التريلر حق سيزن 2 مرة تحمست يعني اتفرج، يعني هو من اول مكتوب في الليست حقتي، بس بعد ما شفت التريلر نفس اللي فاهمين ارفع كيف في بداية الليست عشان اتفرجه بسرعة. كذا حيكون شكله. هذه ما ادري ليش ما عندها محل تثبت فيه، بس يلا ما علينا، تخيلوا انها ثابتة. يعني ماني فاهمة السين، باين انه هذه بتحاول تموت ده بس انها ما تبغى. بس ما اعرف، حارجع يعني بعد ما حخلص سيزن 1 حرجع للفيجر واشوف اللي ايش كانوا يقصدوا. الله شراريب الفترة الأخيرة صاروا يجيبوا شراريب مرة كثير، يعني للآن عندي يمكن 3 شراريب، واحد من كيل بيل واثنين من سترينجر ثينجز وهذا من هاري بوتر. في له كل الهاوسز اللي سليذرين وغريفندور ومدري مين هافلباف، مرة كيوت شراريبهم مرة مريحة، تعرف الكلي مريحة مريحة خلاص. بعدين في مكتوب عليه ذا اكس فايلز، أنا جابوا قبل كذا شيء برضو من اكس فايلز ولسه ما تفرجته. جيم كارد، يعني لعبة ورق، جايبين ورق وهنا القوانين. احب اللعب مرة، احب الالعاب ما تصور قديش. حقراها بعدين كذا اللي على رواقة واتعلمها واجبر اخواتي يلعبوها معايا. ومرة شكلها مرتب، يعني كذا هنا القوانين هنا الورق بعدين خلاص تقفلوها كذا، كانها المحفظة حقت الاف بي اي اللي سووا كذا. دقيقة اوبس سووا كذا اف بي اي ستوب امين. لا. واخر حاجه اللي هي البن، كل صندوق يكون فيه له واحده على شكل الميز اللي في ويست وورلد، شايفينها؟ وبس هي دي الاشياء اللي جات في الباكس حق جانيوري. عاده يكون عندهم فري كوميك انه ديجيتال تحمله على كوميكسولوجي، بس ما الاقيه هنا لما اخش الويب سايت حقهم واشوفه مدري ايه. وكمان سمتايمز يسووا العاب مجانيه انه لعبه تحمليها في الكمبيوتر وزي كذا. فانه يعني غير الاشياء في البوكس في اشياء كمان برا يعني يدونا هي، فهمتوا؟ الحين حفك الكيس. المره دي جبت مقص عشان لا اقعد اتعب وانا افك. تيشيرت فيلو انج ذا لاست اير بندر، افاتار من الامريكان انميز اللي مره مره احبه. يعني كنت اتفرج لما كان عارض على نيكلوديون، بعدين like صرت رجعت بعد فتره اتفرجت كل حاله، بعدين اتفرجت كورا ذا ليجند اوف كورا، مره مرة أحبه. وشوفوا كيف في الوسط فيه هو يعني في الأفاتار ستيت، وهنا في الجنب في كل العناصر اللي موية وحجر ونار وهواء، اللي مرة عجبني مرة عجبني، ما أعرف شو أقول، مرة مبسوطة. هذا من لوت ويربل برضو من حق شهر جانيوري، فإنه خلاص ماشية صح، صرت يعني الباكس مع الكيس. وبس والله هذه الأشياء اللي وصلتني في الباكس حق لوت كريت هذا الشهر. إذا أنتوا حابين تشتركوا فيه يعني عجبتكم الأشياء اللي جاتني، ححط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، لو اشتركتوا منه يجيكم خصم $5. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. قولوا لي تحت في الكومنت هل عجبتكم الأشياء اللي جاتني هذا الشهر ولا لا، وهل حتشتركوا في لوت كريت ولا لا. لا تنسوا تسووا لايك، اشتركوا في القناة، اشوفكم المرة الجاية، باي.